بنات لاباس بخير، اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في حوايج جيده يا رب. اليوم صبحت وشكيت الدين الحلوه، اليوم دواز اتاي وسلطاتي. خليكم دابا المقادير. اول شكل غنحتاجو جوج كيسان ديال العنبه ديال السنيده، جوج كيسان ديال الزيت، انا معمره كاس وغنزيد كاس اخر، كاس ديال الشوكولا فيرميسيل، ست البيضات، قشره ديال الحامضه، قريصه ديال الملح، جوج كيسان ديال دقيق الفوز، ونص كيلو ديال الكوك، جوج ديال الخمارات، معلقه ديال الكونفيتير. وللتزيين غنحتاجو الماء زهر وسكر كلاصي، من طبيعه الحال سبيسيال هو اللي كيكون في الغريبات المعلقين. نخليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه غنقوموا بها هي غناخذ البيض. بسم الله. عليهم سكر سنيده، جوج كيسان ديال العنبه كنوكلكم، غنصبروا جوج كيسان ديال الزيت، نزيد ديك القبصه ديال الملح، نزيد ديك الحامض المبشور او المحكوك، قشره ديال الحامض، غنزيدو معلقه كبيره ديال الكونفيتير. الكونفيتير ديال يكون ديال الحليب، واخا يكون داك الجاري ماشي مشكل، انا هذا اللي عندي متوفر عندي. صافي دابا غادي نزيدو الكوك، نص كيلو كما قلت لكم، غنزيدو دقيق كما قلت لكم، جوج كيسان ديال الدقيق، وانتم عندكم ميزانكم باش عرفتو كاين الفورس اللي كيشرب وكاين اللي لا. دابا غنزيدو هذوك جوج خمارات، بعد ما خلطنا المقادير كلها كيفما شفتوا على هذا الشكل هذا، غنخليوها واحد ربع ساعه، عاد غنزيدو هذا الكاس ديال الشوكولا اللي قلت لكم، غنخليوه واحد ربع ساعه ترجعوا نزيدو الكاس ديال الشوكولا وانتم معنا. وبعد ما دازت ربع ساعه غادي نزيد الكاس اللي قلت لكم ديال الشوكولا فيرميسيل. دابا غنستعمل ايديا، انا دابا خليط ثقال ما يمكنش يتخلط دابا باليد. كندخلو هاداك الشوكولاط فيه،
العجينه كلها. ندخل لك الشكلاط بعد ما دخلناها بهذه الطريقه، بعد ما دخلت بهذه الطريقه كما كتشوفوا. صافي، ودابا بعد ما نزول شكلوها كويرات وغندخلوها الفرن. خليكم معنا. من بعد ما شفتوا معنا الشكل الاول، دابا غندوز الشكل الثاني اللي غنحتاجوا فيه 250 غرام ديال الزبده، يعني من طبيعه الحال بحراره المطبخ. غندوز معلقه ديال الخل، كبيسه ديال الملح، كاس الحليب، واحد المعلقه ديال خميره الخبز، واحد الكاس ديال الزيت، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. ندوزو طريقه التحضير. غنبداو بكاس الزيت، ندمجو مع بعضياتهم. دابا غندير نزيد القميصة ديال الملح، نزيدو هذاك الكاس ديال الحليب، كاس العنب بطبيعة الحال، ونزيدو هذوك جوج المعالق ديال الخل هما، خميره ديال الخبز كما قلنا معلقه صغيره، هاد الحلوى المقادير ديالها ساهلين، المذاق ديالها منقولش لكم بزاف كيجي. دابا غادي ندوزو للدقيق كيفما قلت لكم حسب عينكم ميزانكم، بحال في الشكل الاول اللي درت معاكم. راه خاد جوج كيسان الزيت، جوج كيسان عفوا جوج كيسان ديال الدقيق، راه تقدروا ديروا كثر، لان الدقيق راه على حسب، راه كاين اللي كيشرب كما قلت لكم وكاين اللي ما تيشربش. دابا غندوز نستعمل يدي، الصراحه انا ما كنرتاح غير نخدم بيدي باش كنعرف ناخد القياس بيدي. بطبيعة الحال ما كندلكوش، العجينه اللي كتكون فيها الزبده الحلوه اللي كتكون فيها الزبده ما كتبغيش تدلك. كنبقاو بهذا الشكل حتى كتجمع معنا العجينه، وهانتوما معانا حتى نوريكم القياس ديالها. جمعناها كتكون على هذا الشكل هكا، كتكون العجينه طريه ماشي قاسحه بزاف ماشي خفيفه، كتكون على هذا الشكل ما كندلكوهاش كيف ما قلت لكم. صافي، دابا غادي نخليكم معايا تنبسطوها، وغادي نديروا لاي طومبو عندكم اي شكل ارتحيتوا فيه ديروه. هانتوما معانا حتى نوريكم كيفاش غتخرج. بعد ما سرحنا العجينه ورشينا شويه الدقيق من طبيعه الحال وسرحناها، كنقطعوها باي طونكو كيعجبكم باي شكل اللي عندكم من التفاح عندكم، ولو بالكاس ماشي مشكل. كنقطعوها على هذا الشكل هكا كامله، من بعد غنفندوها في سكر سنيده وندخلوها للفران. هانتوما معايا حتى نقطعها، وغادي نفندها في سكر سنيده قدامكم باش تشوفوا الطريقه فاش كندير ليها، وغادي ندخلوها للفرن. كنفندو بهذا الشكل هكا في سكر سنيده كما كتشوفوا، كنوضعو في اللاطه اللي غندخل الفرن. هانتوما معنا حتى طيب، ونوريكم كيفاش كيجي اللون ديالها، ما كطيبش بزاف كتبقى بيضه غير كتشد راسها، كنخرجوها من الفران. هانتوما معنا حتى نوريكم الشكل ديالها النهائي باش غادي نزينوها ان شاء الله. بهذا الشكل هذا كتجي غزاله، كتجي هشيشه مزيانه،
خاصكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. والشكل اخر اللي هو هذا اللي كيجي بالخميره ديال الخبز كيجي حتى هو رائع في المذاق، خاصكم تجربوه، المذاق ديالو خطير. كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، انا لقيت هنا لصقت كيجي على هذا الشكل طايب. هذا هو اللون ديالو اللي خصو ياخذ. كنشدوا نيسلي كراميل او نيسلي الا ما كانش عندكم غير نيسلي العادي، كديروا في كوكوط كيف ما كنديروا، كنتبعوا عليه ساعه كيطيب على عافيه مهيله. بعد ما كتصفر كوكوط كنحسبوا ساعه وكنحيدوه، او ساعه الا ربع على حسب هذا العافيه اللي عندكم، واش مجهده واش متوسطه واش قليله. كنديروا بها الطريقه وكنلصقوه هكا. كنديروا ليه هذا الشكل، نعاودو ثاني واحده اخرى. كيجي بهذا الشكل هكا، كنعمرو هنا بهذاك النسلي. ساهل، انا عملت لكم هاد الشكيلات اللي في المتناول ديال الجميع، والشكيلات اللي كيخرجوا واحد الكميه كثيره ولي مذاق في نفس الوقت هائل. الزيت راه متوفر في اي بيت، الدقيق راه متوفر في اي بيت، يعني ماشي شي حاجه اللي ما كايناش وشي حاجه اللي ديروها ما تندموش، يعني كتجي غزاله رائعه بهذا الشكل هكا. راه غير النص ديال النيسلي، راه غير النص ديالو راه كيصايب لكم وكيشيح مزيان، وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم بالصحة والراحة. ونتمنى ينال إعجابكم، ونتمنى تجربوه وتردوا عليا. غنجرب معكم واحد الحليوة هانتي هشيشة كتجي ومعلكة، كتجي من داك الشي. غنجرب معكم واحدة تاني من هنا ها كيفاش كتجي، كتجي شي هشيشة وكتذوب في الفم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى يعجبكم بالصحة والراحة. إلى فيديو آخر إن شاء الله.